في زوم انا اول حاجه نيغوسي قبل ما نيغوسي على حتى حاجه نيغوسي مع المدير تاع القناه ولا باش نقول لهم راح نكون الاس. ما تقوليش ما تهدرش على بروغرام يجوز فلاشان تاعي هذه ما تقولها ليش ما مقسم ما تقوليش ما كاش مقص صح. الحلقه كيما تخدم كيما تجوز زوم عمرها ما دخلت ولا مقص. حاجه مير حاجه كاع هي يوتيوب سمير بكل صراحه انا في يوتيوب نخدم زوم في زوم عمرها ما دخلت مقص دخلت المقص جا من بعد وسيلا بخميير فوا وباني لا سيلا ديرنيير فوا اللي نديرها كاين واحد اللي كاين يعني واحد اللي ما تفهمتش ماشي ما تفهمتش معاه يعني هدرت على 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 برنامج بيبليك حنا واش نديرو كي يجاوبونا هكا لي زانفيتي واش نقولوا علاش واش باسكو باسكو كاين يعني شخص هدرت على البرنامج تاعو كان يفوت في هذيك القناه ما عجبوش الحال ماشي في هذيك القناه انا خلينا نكمل لك ما عجبوش الحال ومنا وبين لي باللي ما عجبوش الحال يعني قلت له اوكي راح ندير حاجه اللي جامي درتها قصيت المقطع اللي ما عجبوش داك وهذه جيتي با اوبليجي سمعت بور ايفيتي لي بروبليم ما كانش عندك دور من القناه بون بيتيت جيتي اوبليجي في ان كا بون ميم هذيك جيتي با اوبليجي كامل مع زكريا رمضان مع باش اسكو حتحكي على لافير هذيك ولا ما حاش تحكي مادام بديت دروك ناس وهران يقولوا ضرب الحديد حالي خويا اهضر صراحه المشكل اللي تهضر عليه مع زكريا رمضان سلموا عليه اللي نحيه بزاف اللي في سيزون 4 وقيل اشاك فوا كنت نهضر عليه هي سي سامبل بو ريزومي باك باك ناس ما على بالهمش زكريا رمضان دار بلا حدود لو غوتور تاع بلا حدود لو غوتور هو كاسكادر يتشقلب يدير بزاف فايس اي باش يبين فريمون هذه الموهبه هذه تتشقلب ولا يتشقلب في كل حاجه ما تستاهلش تتشقلب شغل تدخل زعما تقول السلام عليكم يخرج يخرج ديريكتومون السلام عليكم يدخل يتشقلب يقول السلام عليكم اي انا وليت نديرها بارتك شغل زدت عليها اشاك فوا يدخل يتشقلب بعد هو ما قبلهاش لا فيريتي هما شغل عائله كبيره محترمه وكلش شغل ولا يخرج برا قال لي وليت نخرج برا ولا يقولوا لي واش كاش تقليب كاش منا ولا تحريش من حقه حنا من حقه وقلت له مي بار كون زكريا رمضان قلت له كان جيت ليا وكان دومونديت نيميرو تاع سامير اي واحد يمد هذاك راح بعث لي ويسي بعث لي ويسي قال لي بلي لازم تمحي كاع الحلقات تو الزوم هذه هي واش مكتوب لازم تمحي في الديجيتال في اليوتيوب انت هضرت عليك قولي نلحق قولي نحي الفلاصاج تاعك بالك انا ما ديتش كاع بعين ما خديتش كاع بعين الاعتبار راحت هكذاك راحت عند المحكمة عند قاضي التحقيق دخلت عند قاضي التحقيق لقيتو حافظ كاع لي فيديو تاوعي لقيتو ديجا شغل مجد باش على بالو تفرج قال لي على بالي قال لي متفرج كلش على بالي كلش قال لي ماذا بها نحلوها قال لي هذو كان القضية هذه تروح للمحكمة شغل عيب تبهديلة شغل يقول له قاضي التحقيق ما قدرش تحل قضية كيما هذه جا مع خوه لا بروميير فوا خوه جو بونس محامي بون محامي ماشي جو بونس زميل زميل قصرنا زميل مهنة وضحكنا وضحكت باسكو صعيب باش نضحكوا كان جا مقلق قلت له جا مقلق منا ما فهم فهمته قلت له اوكي انا زوم ما نديرهاش باش نادي بنادم ولا نو زوم نديرها باش سي دي كريتيك ساتيريك حاجه تاع الضحك حاجه دوكا كي تلحق بنادم يتادى اسمع نحبس العفسه هذه تريكلا بروبليم على مياب وي تريكلا تري بيان قلنا بلي نخدموا مع بعض وان شاء الله نخدموا مازال نعاود نولوا من بعد على اضرار جانبيه اضرار لسيكال تاع زوم واش خلات مع علاقتك مع الفنانين